بسم الله على بركة الله. مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة، وحنا كنتواجدوا الآن في حي الخوادرية. شفتوا معنا خوتي مباشر قبل أن كانت الساكنة ديال هذا الحي أنها كطلب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل باش أنهم يشوفوا أشنو واقع مع هاد النجار اللي تيرفضوا رفض تم أنه يكون وسط الحي ديالهم. اذا كان هناك يعني الصرخه ديال الساكنه، فاليوم مشاهدينا معنا النجار المتهم اللي تيقول ان تمرات مغالطات في هذاك المباشر وكانت تصريحات اللي هي لا اساس لها من الصحه، فهو اليوم تيجي وتيجيب معاه الوثائق وباغي يوضح اشنو واقع، شنو اللي خلى لدرجه ان تيقول لك انا ما عرفتش علاش الساكنه دارت معايا بحال هكا، في حين ان تهموني كاين ماكينات كاين نجاره كاين خدمه كاين ازعاج. ولكن الان مشاهدينا فها هو اليوم حاضر مع الناس كاع اللي خدامين معاه باش انهم يوضحوا ويبينوا لنا اشنو واقع. كان كذلك السؤال ان هاد الكراجات هادو واش مفتوحين بطريقه اللي هي قانونيه، واش كاينين في البلان، واش تغير داك البلان ولا لا. فاليوم اكيد تيجاوب على كاع هاد الاسئله بان تيحضر وثائق اللي كتبين ان الكراجات كاينين في البلان، ما داير حتى شي حاجه اللي هي مخالفه للقانون. كان كذلك اتهام ديال انه جاء السيد القائد هنايا في المقاطعه السادسه ولقاه بانه مخالف للقانون وسد ليه ودفع المحضر للمحكمه. اليوم النجار غادي يوضح لنا هذا الشيء كامل واش صحيح او لا، وحنا في عين المكان وهذو هما المحلات اللي كذلك حتى العبار ديالهم تعطى لنا من طرف الساكنه. ها حنا اليوم على المباشر باش غادي يوضح حتى العبار ديالهم بالوثائق وبالصوت والصوره اكيد. اذا مرحبا بك سيدي، اكيد شفتي يعني الصرخه ديال الساكنه اللي قلتي بان كانت فيها يعني مغالطات، فاكيد عندك حق الرد. شنو تقول لنا سيدي وشنو واقع وعلاش هذا الشيء كامل؟ بسم الله، السلام عليكم. اش غنقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ولا راسك ولا راسك كيما والو بس هاد ولا راسك طول راسك الظلم 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 وقته حقرو راه مريض راه عنده سكر شوف اي صيح. المهم بلاتي 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 خلت يعني هادي جموع حقره حقره خدامين معايا حنا اصبحنا معطلين مريحين لا خدامين مع هاد السيد شوف لا شوف يعني هاد الرئيس هاد السيد اللي كاير السلطه ماذا السلطه خرج عندي الشيخ الشيخ ملي بديت كان انا ما عرفتش بديت كان حتى بديت في هاد الحيوط يعني عندك كراج حدا كراج حليتي حليت لا حليت غير باين تيزا ملي جا عندي الشيخ قال لي احبس خرج صافي عندي سادات القائد عطاني واحد المخالفه قال لي بلا شهر الا ما بنيتيش قال لي راه غادي يعني رجع الحيط كما رجع ها هو رجعته ها هو كل شيء باين رجعته. ثاني حاجة البلدية كيقول لك بأن أنا عندي صحاب ما عنديش شي واحد صحاب لو كان عندي صحاب في البلدية هذه 8 شهور غيعطيوني الرخصة أنا هذه 8 شهور أنا كنت ضارب عليها كيتشاهم فينا مش عاطي القيد أنا ما شوف القيد ما عمرو شافني ما عمرو شافني القائد الاول اللي جا القائد الاول اللي جا دار معايا القانون انا نصرت القانون ديالي القائد الثاني صيفط ليا انا كنت حاط الكوادر هنا حاط شي عود هذه داري من حقي نحط فيها ما يمكنش ما نحطش فيها واش هاد الكراج تخلي مخاوي نعم انت سيدي نجار حريفي حريفي 40 40 عام تعلموا في يدي شحال من واحد المحل عندك سولوا عليا في الحي الصناعي سولوا عليا في الحي الصناعي الا قالوا لكم هذاك السيد ماشي حريفي وهذاك السيد ما مزياش او لا ولا اي شي واحد في الكليان يدير كومونتير يصيفطها يقول بان هذا السيد راه ما صوبش ليا مزيان انا كيجوني الكليان عندي الكليانات ديولي وخدام سيدي انت عندك المحل ديالك ديال النجاره اللي فيه الماكن وفيه كل شيء كاين خدام في الحي الصناعي هنا هاد الكراجات هاد الشباب هاد الشباب هاد الدري هذا ولدي واش نصيفطو يحرق راه باغي يحرق هو دابا دابا راه ما كراش يحرق انا اش قلت نشد ولدي عندي هو الا مشى شكون اللي غيتسخر ليا هو والله شكون هاد الدري غادي ندير ليه مشروع ما نمشيش كنت باغي نمشي نحرق انا راه في ظرف ما نمشيش قال كنديروا لك محل فين تخدم غادي ندير لك محل فين تخدم وريقاتك في الاخر هاد السيد اللي نايض لينا هو توا حريفي بعدا تريسيان
ما عمرني اديته، ما عمرني وصلته نهائيا. تيقول لك هالدار غتريب، واش هالدار غتريب؟ ملي غتريب هالدار علاش هذا يدير 4 دالات؟ علاش ما يريبوش؟ انا اللي غنحط في الارض غتريب، واللي يدير 4 دالات ما يريبوش؟ وهو ما باغي يدير لماكن، انا ما باغي لماكن لا حتى حاجه. سمعتي ما نحطها؟ هو المشروع اللي بغيتي دير ليه؟ انا بغيت شوف، انا اللي بغيت ندير ليه، شوف نجيك صراحه، كنت باغي ندير ليه نجار تقليدي ماشي بالالات. ملي نادو قال لك نجار تقليدي لا، قلت لي غادي ندير لك العود. يبيع ونشري في العود، يبيع ويشري في العود. علاش ملي كيقول لك سير الحي الصناعي؟ الحي الصناعي الا بغى نمشي ليه خاصني 100 مليون وسيدنا كيعاون الشباب. واش انا عندي 100 مليون باش غادي 100 مليون انا هاجر كامل 100 مليون الحي الصناعي ما قازش شحال كدير فيها 200 متر تما 100 مليون ولا مبنيه الفوق 200 مليون وسولوا على هادشي ما كنقول شي حاجه كنكذب او لا شي حاجه الناس ديال البلديه ما بغاوش يعطيوني ديري القانون ديالهم اصحاب المقاطعه ديري القانون ديالهم هادو الناس كيتهموني انا بان كندور كنعطي الرشوه الخايد ما عمرو شافني هاد القايد دابا الاخراني ما عمرو شافني القايد الممتاز الاول اللي جا دار معايا المحضر مشى فحال ورا تبدل مشى دابا للثانيه يعني جا لقاك مخالف ذاك الحيط شوف الشيخ جا عندي هنا وقف عارف ودرب خيب حاضين غير عباد الله هادشي اللي حاضين دير ديك البويليزه هنا راه جامع فيها كاع الوراق كاع داعي عباد الله جامع فيها الوراق كيدور هادي هي حرفته علاش حاضي عباد الله كل اللي يترزق الله يسهل عليه وانا ما مشيت لشي بلاصه في الخلا انت انا كلشي قدامك انا في الخوادريه انا كاع الناس عارفه كاينين الخضاره كاين الكوارو انا ما عنديش كارو انا درت دير هوندا هوندا ديالي شاريها لولدي السيد هو الهوندا اللي كيدي ويجيب لي السلعه كان عنده كارو هو اللي كيدي لي ها هو نعطيكم واحد واحد ها هو هادشي اللي غادي نقول اختي نعم هنايا هنايا غير باش نفهموا هنايا شحال قال عندكم انتم من متر في الكاري المتر هو عندك في البلان هو كيقول كيقول هو 2 متر كيقول هو 2 متر و40 هذا فيه 42 هو على عين المكان ها هو هنا 1963 هالكراج فيه 4 متر على 5 متر و50 ايه وهذا فيه 5 متر على 2 و70 هذا وهذا هادو بجوج يعني بعدا بالنسبه للكراجات هم في البلان ها هما ها هو انا ما كنقولش حاجه 1963 ها هي ها البلان انا ما خالف حتى حاجه يعني هنايا تيقول انا كنتي دخلتي الماكينات ما كاين حتى ماكينه الا كاينه شي ماكينه قدامك ها هي وجبد لي التصويره فيها ماكينه انا سدوه يتسد الا دخلت على ماكينه وحده دخلت ماكينه وحده سدوه يعني هنا فهمنا ان في الاول انت كان باغي الصناعه التقليديه لها الدري والرخصه بسميتها الدري ماشي بسمي انا صافي شربت الله يجعل البركه انا نحمد الله برا باغي يحرق الله يجعل واش نخلي هذا يحرق باغي نخدم هنا هذا باغي يخدم هو في بلاده علاش نصيفطو كاينين الدراري انا علمتهم مشاو هربوا علاش نخلي حمار يعير سيدنا يولي يقول يعير سيدنا ويعير الدوله في ليبيا وانا ولد البلاد ونخلي ولدي حدايا علاش نصيفطو يمشي هاد الحمار ما يوصلش سيدنا وجايرو انتم كل شيء وراسكم الامر كاع عارفينو عيش الملك اللي بيعي يعير سيدنا انا من بلاد كاع الخير عندنا اشنو اللي ما عندناش كاين شي واحد جيعان كاين شي واحد ما خدامش كاين شي واحد اسمع علاش عايرو حشومه راه معيش الناس كاع يعني هنا للتوضيح دابا شنو هي الرخصه اللي كطالب انت باغي لي الصناعه التقليديه نجار صناعه تقليديه باش كيقولوا غادي يمشي للحي الصناعي هادي لا يمكن راه خاصو 100 مليون ما بغاش 100 مليون هذا المحل ديالكم ديالي ملك انا وريتك اريانه ديك سميتها تيتر الدار محفظه مريقله ماشي بحال الاخرين دار معرفنا ديالنا ها هي انا ما تنهدرش شي حاجه غير عشوائيه ها هي نتيت راه محفظه هي هذه ها هي شهاده ملكيه شهاده الملكيه انا ما كنقول شي حاجه كذوب انا بالوراق ديالي حجاج كلشي حجاج الوثائق اللي كيهضروا دابا مات انا تا دابا درك حاليا ما بقيت لا بغيت لا نجاره لا حتى هذا غنصيفطو لبرا الالتزام اللي درت باش ما غنديرش الالات في المقاطعه ها هو ها هو ها هو راه عند سعاده القائد وعند كل شيء ها هو انا كنلتزم باش ما نديرش مواطن ثاني حاجه انا كنقول لك اسمح لي ثاني حاجه انا ما بغيتش بغيت نخدم غادي يقولوا معايا القانون حتى هو يدير القانون ديالو عنده القانون يخدم ما عندوش حتى هو يسد وغنسدوا كل شيء عليا وعليه بحال بحال انا مول القانون سد هو اللي ما عندوش القانون حل
اول حاجه يجب لنا عبران الا عنده شي كراج في هذه البلانات الله يسهل عليه. اول حاجه هاد المحل اش ماكينه عرفتي ماكينه قداش؟ اول حاجه هاد المحل محسومه كاع. انا هاد الولد غنخليها يحرق ولكن حنايا كنحاربوا ولكن ها هما ما بغاوش. انا عجبني شديتي ولدك ونقدتي ولدك وكاينين بزاف ديال الناس اللي حاضرين معنا اللي تا هما تيقول لك انت السيد باش تبقاو في بلادهم. اه تيدير الخير. هاد السيد هو خدام معايا مولا وليدات. هذا خدام معايا مولا وليدات تاع هشام. هذا خدام معايا عنده ولد وبنت. هادو هما معايا هادو خدامين معايا في الحي الصناعي. وقول لك كلمه ما عنده هو لا ماكل لا والو هي كيكري الماكينه في الحي الصناعي. نعم خود سيدي شنو تقول لنا دابا انت على هاد السيد وعلى يعني هاد المحل اش كديروا فيه؟ لا هاد السيد هذا الله يعمرها دار ما عنده لا ماكل لا والو جاب لي الله هاد الدويره هادي بهاد المحلات بغى يستغل ولده ويشد ولده عنده حداه. انا راه ولده بحال ولدي. انا راني 66 عام وخدام مع هاد السيد هذا وبفضلو عايش ستاد الناس ستاد النفوس عايشين مع هذا السيد هذا والله الله يجعل فيه البركه. وفضلو هو درت عمليه ديال الفسق بقيت طالع هابط في السبيطار حتى واحد ما داها فيا. فضلو هو ماديا ومعنويا درت عمليه بالزربه والحمد لله نجحت ودابا الان راني خدام معاه ومعايا اخوان خدامين معاه. ولدو كنحسبو بحال ولدي. هو الان حاليا ما عندو لا ماكينه لا والو كنمشي وهي كنكريو في الحي الصناعي. هذه المحل هذا الماكينه اللي كنكريو عنده. ها هو مول الماكينه اللي كنكريو عنده حاضر. هذا كنكريو عنده. ودابا حاليا هذا المحل درناه كنخدموا في الحي الصناعي وكنجمعوا الخدمه وكبينا نجيبوها لهنايا نحكوها ونبريزونتيوها تيجي مولاي يلقاها نقيه ماشي من يجي الحي الصناعي. هنايا ما كاين لا صداع لا ماكينه لا حكان لا حتى حاجه ما كاين هنايا. المحل ديالو شكون غيحيدوا له؟ هذا رزقي. نحط فيه انا الفخر ولا نحط فيه العود ولا نحط فيه القمح ولا نحط فيه اي حاجه بغيت شيطة عليا. مثلا انا عندي ارض على برا الزرع عندي القمح على الجود ودير هذا المحل فين نخلي انا هذا القمح هذا نخليه في الزنقه في الحصيده. انا ما بالك انا كنقول لكم شوف اللي عنده هذا المحل ديالو في ملكه واش ما يحطش فيه السلعه؟ الا كان ما يحطش فيه السلعه استطلع يحكموا على ريوسهم ديالهم وعنده سلعه يحطها ولا ما يحطهاش ما يديرش فيها شي نشاط يسدها يحط غير سلعته. الا كان ما بغى يحط فيه الحديد بغى يحط العود بغى يحط اللي عجبه ما سوق حتى شي واحد حاجه النشاط اللي نقولوا كاع ممنوع من اللي بغى يولدوا. اي دار هنا دور فيها كراج حل اللي غتلقاها عامره. ثاني حاجه هو عنده الكراج هو عامر سلالم هو في الطريق علاش ما يحيدوش لي. ثالث حاجه هنا غادي نعطيك غادي غير تغبري يومين ثلاث ايام غادي تلقى الدنيا كامله عامره سلالم. راه باش كيربطهم راه نهار غادي تجي نهار شطب واحد السلالم دام بموتور في الليل جابهم دخلهم راه بلاصه السلالم ها هي باش كيربطهم. علاش حتى ملي بغا تجيو نتوما شطبوا كاع الدنيا ودار هذا كيقول نجاره هي باقا هذا عزوان ديال الفراخ ها هو زوان ديال الفراخ كيقول هذه نجاره ها هو راه نجاره ما كاين نجاره لا والو زوان ديال الفراخ ها هو الاخ داير سميتو الفراخ كاين لحوم هنا الزوان. شنو هي الرساله ديالك؟ الرسالة شوف أنا غادي نسد اسمح لي أمي أنا ما بقاش باغي نحل ما بقاش باغي نخدم بناقص ولا المحل اللي تيجي تما غنخدم تعازقة شوف حاجة غادي يقولوا معاه القانون بحالي بحاله غيجيب تا هو البلان ديالو إلا عنده في البلان الكراجات الله يسهل عليه ما عندوش نسدو كاملين المحل اللي تيجي تنشاهدوا لا والله ما باقي نخدم أنا بناقص. السلام عليكم أختي نادية. هذا السيد اللي كيقول لك هذا السيد جار هذا السيد اللي كيقول لك هذا غيدير مواكل هنايا. انا عندي محل في حي الصناعي في الماك فيه 15 ماكينه. واش 15 ماكينه غدير فهاد الحال وتمشي غتريب؟ واش هو اللي كيقول لك ماكينه؟ واش عرفتي ماكينه بشحال كتخدم ديال الضوء؟ 10 متر ممكن 300 تيقول لك ماكينه. هاد الناس راه هاد السيد خدام مع انا خدامين مع هاد الناس كاملين وراه باقي سلالي اللي غنشردوا حنايا راه غيضيع بزاف. اللي كيقول لك هو غادي يسد هو راه باغي يحيد ولده هذا علاش ما يمشيش يحرق؟ راه شحال من مره شي كيجي كيقول لي راه الدري جايه كنقول له لا ما تصيفطيش. هو باغي يشد ولده حداه هو اللي عنده واش عنده الدري واحد غادي يصيفطو يحرق يموت ليه. حنايا عارف بان مخالف القانون ما غايديرش ماكينه قال ندير لولدي الصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه شنو فيها؟ كيحك كيفيني صافي ما كاين لا صداع. لنفرض دابا جا وتعطات ليه رخصه وخدم هنايا شنو غادي يخدم؟ كيجي كيحك راه اي واحد غادي يعرف كيجي كيحك
كيفيرني الحاجه كيجيو ماليها كيشوفوها كيهزوها كيديوها. يعني غادي تخدم مثلا في كتخدم في الحي الصناعي عادي في المحل كيخدموا عاد هنا كتجي عاد تحط ما كاين لا غبره لا حتى حاجه هنايا. هاد السيد باش كيقول لك هو غادي يجي يديروا ماكين هنايا، واش ماكينه فيها جايه مع 3 طن ولا 4 طن غتحط فوق هاد الحي هاد الشيء هذا؟ ما كاين لا ازعاج حتى حاجه، ما كاين لا الازعاج. الشيء الا كان باغي يدير ماكين، اول حاجه الدوله ما كتعطيش الرخصه ديال الماكين. التزام على الماكين اصلا ما كايناش الرخصه ديال الماكين باش يدير يديرها وسط المدينه. وما يعطيوها لهش الماكين واخا يطير تقرا كاع. هاك قرينا الالتزام لانك انا كنلتزم ما نديش الماكن نهائيا. يعني الماكن هو اللي كيسببوا الازعاج. ما كاينينش نهائيا الصناعه التقليديه من حق الماكن حق من الحي الصناعي، اما بس الصناعه التقليديه غادي في القارض غادي نخليها لك هذه 200% غادي في القارض. اش دخل دابا ولا هادشي ديال المدائف الشعب راه عارف راه ماشي ما عارف، ولا هادشي ديال تركيا ولا هادشي خدام. علاش ولاد البلاد ما يخدموش؟ علاش ما نديروش الانتاج ديالنا الخدمه ديالنا؟ الصناعه التقليديه غادي في القارض والصناعة التقليدية في مراكش راه كاينة وسط المدينة. والصويرة في الصويرة علاش ماشي شي حاجة اللي فيها تمارة؟ أنا ما جيتش قلت غندير نقاش وندير خباط عليهم الدف الدف الدف. هنا اللي زوين في الأمر هو أن كنشوفوا عندك شاب وكما بحاله بحال كاع الشباب، يعني ما خدامش. لا ما خدام حتى هو الحلم ديالو الحلم الأوروبي الهجرة، ولكن أنت شاد فيه بيدك وبسمعك. ما باغيش يمشي، راه باغي يحرق، راه من دابا باغي يحرق. هذا راه من دابا باغي يمشي اللي يعني قال لك أنا باغي نمشي نحرق. أنا شاد فيه ما يحرقش، والحمد لله الحمد لله ملي باقي عايش كنعلم فيه الصنعة. كيتعلم الصنعة هو دابا 5 سنين معايا كيتعلم فيها الصنعة. أرا نسلقوا عايش معاك شحال من أسرة عايشة كاع هاد الأسرة عايشة هاد نشوفوا هاد المثال هاد السيدة لأن هذا قال على راسه. السلام عليكم حال شي كي داير هاد السيد هو القادني. أنا كنت كنبات في السكة هاد السيد هو القادني حال شي كرشي خليك حال شي كرشي كاملة بحال ما قبل الميكرو هاد السيد كاملك مضروب كما كنقول كامل بحال ما متشرك بلاد السكة هاد السيد هو السبب ديالي. عندي جوج وليدات وجدة معايا هازة معايا. هاد السيد هو السبب كان شدوا لي الكارو كان شد لي السيد عطاونا واحد المبادره ديال الهونداج قالوا لي غدفع واحد 1 مليون. انا ما عنديش درهم في جيبي. جا السيد هزني من السكه سكران قال لي تعال غندير فيك واحد الاجر غنخرج لك هاد 1 مليون غنعطيه لك في سبيل الله غتخرج الهوندا. عطاه ليا ها هو درك. انا حنا مريحين شهر دابا بلا خدمه. درتي وليداتك؟ درت وليداتي الحمد لله. من داك التشمكير كما كنقولوا في السلام. 3 شهور وليت نصلي 3 شهور هاد السيد هو السبب. راه خارج ديال الهوندا دابا انا شهر مريح ما غنصيب باش نخلص راه غيجي يوديو. هادشي اللي كاين هاد السيد الله يعمره. يعني دابا ديك الهوندا اللي تخدم معاه خدام معاه كنصور معاه 10000 في السيمانه جابت 40000 تريتها فيها 36000. هاد السيد رانا صبحت معطل الهوندا راه غيجي يوديو ورجع كما كنت. نقدر نخون نقدر نقتل نقدر اي حاجه ندير. هاد السيد هو السبب جات لي الهدايه ديال هو هاد السيد هذا. ودرك مزعمني شحال من مره كاع ما كنتصفيش على الهوندا تيصوني عليا كيقول لي مالكش خاصك عبد العالي كنقول لي راه غادي ياك وكنجي عندو كيعطيني 100 درهم 1000 كنمشي نصيرو على الوليدات. المهم هو ما طاحش الطريق خايب. لا 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 بقى ساد بحال ما وكره غنرجع لهادشي. بحال ما وكره بزاف غنرجع لهادشي. انا ما خدامه معاه هو بهونتي غنرجع لهادشي. هذا هو اللي كاين. بنادم جاي قال دابا جاي قال 15 يوم ولا شهر دابا باش ما انا 20 مسنا والو. ملي سونيت عليه قلت لي مول نام صار يوم الاحد قلت له ودي با 7 دراري راه ما لقاو ما ياكلوا. قال لي راه انا بحالك انا سادي ليا الحال. لان دابا بحال كتهز لهم السلعه من تما تجي كيجيبها كنجيبها هنا كنخلصني مسكين وكيجيبوا هما كارو كي اللي كيعطيها السمي. انا مزعمني تيعطيني 100 درهم علاش هذا السيد باش ما نرجعش لهذيك الطريق باش ما ترجعش ما نرجعش لهذيك الطريق. جابني من السكه صابني ناعس في السكه. المراه بغات تطلق راسها دراري هربوا وهذا السيد هو السبب. مالكش مالك هذا هو السبب. هذا السيد ماشي انا تيدير الخير مع جميع الناس. انا جيت لي واحده مول نامس ما صاب باش يعمر عطاه الفلوس باش يعمر عطاه كروسه شراها لي عطاه باش يعمر قال لي سير ترزق الله على وليداتك. تا واحد السيد كان بحالي وعرفته بحال نفسي غيدخل سوق راسه. هذا الشيء راه ظلم. وهذا السيد زيدور ما باغي يدير لا ماكل لا والو خدام في حي الصناعي. انا تندي لي السلعه كيجيب السلعه في محل ودابا عنده محل اخر في الفتح كيجيب السلعه تيفيرنيها تم. انا كنجي ندي لي عند الكليان. دابا الا جاو يفيرنيها في حي الصناعي غتهز الغبره مولاها غيعقب يعاود الخدمه. مولاها ما يخليهش بعدا. دابا هاد السيد راه ما باغي يدير هنا ماكن ما والو. زيدون هاد الدري شحال من مره تيغوت عليا في الليل كيقول لي تعالى دخليه راه باغي يهرب راه باغي يمشي للبر باغي يحرق باغي يمشي ليه مره كاع هز لي فلوس كاع مع 4 المنايل وباغي يمشي يحرق باغي يحرق دايرو بين عينيه شاد فيه دايرو بين عوالي عنده هو اللي عنده
شحال من خاطره تمشي نجيبو انا كاع هذا تنصيبو كيبكي قال لك والو البلاد انا ما نبقاش فيها. سمح علاش ما خدامش ما كاينش خدامين ما سدونا الحانوت. هو زيدون باغي يمشي لاوروبا بوراق وعلى هذا المحل الا سياسه يسر الله. وزيدون سيدنا تيشجع هذه المقاولات الصغرى. شو هاد الناس هادو علاش متعرضوا لي؟ هو الماكن باغيش يدير ما الالتزام ديالو راه ثاني التزام بانه ما يدير الماكن الاول حشومه عيش المال. انا هنا الملك الشغل غادي نصيفطو مشي لبرا صافي ونعيش حتى انا نزيد بحالي هاد المريح. حنا بالعكس حنا ما كنشجعوش. واحد الحاجه اخرى وانا ديال شحال ديال بنادم شي واحد مصطفى مصطفى لا دابا هاد السيد شاد ولده باش يدير ليه هاد المشروع. حنا نساو هاد السيد ولكن دائما الدراري لا تتاكدوا انه ما فيش ازعاج. ما فيش نهائي. حصلت هي اختي ناديه حصلت هي اختي ناديه هو داير واحد التزام راه عاد على القايد وعاد راه عاد كاع كلش البلديه كلشي عامر. حنا نساو هاد السيد هاد الدري دابا عنده واحد القسم ديال الفلوس باغي يمشي يحرق حبسوه والديه جا بغا يدير هاد المشروع نوقفوا ليه في طريقو حنا. علاش غنوقفوا ليه في طريقو؟ انا درت هاتي اختي ناديه سانتي اختي ناديه انا درت محل عندي 18 عام 18 عام في عمري ودابا حاليا عندي 33 عام عندي ثلاثه الوليدات وعندي امي وخدام شي كون ديك الساعه ما لقيتش خلاني با صغير كون ما لقيتش ديك الساعه اللي غادي يوقف معايا ما كون راني مشيت انا على بلاصتي. علاش هو ماشي ولا دار في الحبس ولا ما علاش حنا كنديروا مع بنادم بحالك علاش؟ والمدينه سيري الصويره سيري المراك سيري طنجه سيري تطوان سيري كل شيء فين ما مشيتي كتلقى بنادم خدام وداخل سوق راسك. زيدوا ما كاين لا ماكو. حنا هاد المدينه عندنا بوحدها هاد المدينه اللي فيها هاد الحاضيه. علاش حاضيه؟ افهمني اش علاش؟ راه تحيا السيد. وريني عرفتي باب انا جا. وشوفي اختي دوري على الزنقه كي دايره هاد الزنقه واش تبقى خاويه؟ شي باب اللي غينوض ليه كاين. علاش؟ اللي كيهضر مراه كتهضر مع الطفل وانت في الاخر واحد السال ديال الحمام اللي توا تيهضر. نعم اخي انت كشاب لان هذا الشيء كامل وهذا المشروع اللي بغيتو ديرو هضر على راسك اشنو انا بغيتهم يديروا معايا شي حل اختي الا ما داروش معايا شي حل غنمشي نحرق اختي ديما غنقصد البحر ديما اختي ما بغاش كلشي انا بسبب والدي انا كاين واحد دري وسط الدريات يعني ما بغاوش والدي يخلوني نمشي نقصر راسي في البحر يعني الحانوت عندنا المحلات ديالنا ماشي غنكري ولا شي حاجه يعني الحاجه ديالنا ماشي ديال شي واحد اخر يعني بقى انا حدا والدي وراه مريض فيه السكر وعدو القلب راه في اي لقطه يطيح انا بسببه هو باغي نبقى هنايا في البلاد ومخليني معاه شادني حداه يعني كون كانت شي حاجه ديال شي واحد اخر ماشي مشكل تلك الساعه لا دواو اما هذه الكراجات ديالنا الكراجات ديالنا المحلات ديالنا سيدنا الله ينصرو كنقول لنا انا ندير لكم ديروا التكوين المهني وحلوا محالات خدموا وديروا التكوين المهني انا ندير التكوين المهني اختي درت المهني يعني شدي الدبلوم ديالي الاب ديالك زاد علمك الحرفه علمني الحرفه مزيان شدني ولكن لقيتو مشكل يعني مع الجيران هذا ما كيخليكش تحل حتى دابا كتجي اي حاجه كتحطها كيقول لك لا سد كيمشي ديريكت في الموطور كيمشي راه محلولين فاوتي التيمن هنا يبان لك هابوت هنايا نعم كيفاش التيفون بدا يصور فين تخدم هنايا بغيت ندير نجارة تقليدية باغي ندير نجارة تقليدية يعني الماكر ما يمكنش يجيو هنايا الماكر الماكر كبار بزاف يعني نجارة تقليدية يعني ممكن ان الحاجة تخدم في الحي الصناعي كتجي هنايا كتجي غا كتمونطا كتفي انا كنفيناها كنحكها كيجي كليان كيصورها كيشوفها كتعجبو كيجي تا واحد كليان اخر عاوتاني يشوفو يقدر ياخذ تا هو يجي عاد كيقول خويا صايب لي هادشي علاش هاد القبطه غيبقى خاوي علاش غيبقى خاوي ندير واحد هذا بالنسبه للكار شحال قلتي لي فيه ديال الطول ديال اذا مشاهدي قناه شوف تي في فهادو هما المحلات اللي يعني نضع لهم الصداع من طرف الجيران هنا بحي الخوادريه. المخالفه الاولى اللي دارها السيد قال لك من غيرها ما داير حتى شي مخالفه هو ان كاين كراج حدا كراج قال انا غادي نحفر ونحل ما بيناتهم ويبقى عندي ويولي عندي كراج واحد قال لك انا ما عرفتش واش هذا الشيء مخالف للقانون جاء الشيخ قال لي هذا الشيء مخالف للقانون فعلا جاء السيد القائد قال له هذا الشيء مخالف للقانون اما غادي ترد هذا الشيء عطيتك مده شهر غادي تبني الحيط وترد هذا الشيء كما كان اما غادي ندير لك محضر وندفعوا للمحكمه قال لك انا ما كنتش عارف ما عندي ما ندير بالمشاكل فعلا انا رجعت الحيط كما كان ما كمل شهر ترجعت الحيط كما كان يعني باش نتفادى اي مشاكل واي مخالفه خلى الكراجات كل كراج
كراج بوحدو، كل كراج بحال هكا. اذا فكيقول انا باغي الرخصه ديال الصناعه التقليديه نديرها لولدي ونعيشوا فيها كاملين. شكون هاد كاملين؟ كاين الابن ديالو اللي راه شاد به بيديه وبسنانه تيقول لك ما يمشيش يحرق ليا، انا بغيت نبقى نخدم في الحي الصناعي في الماكن، عنده محل تما ندير الماكن وندير اللي بغيت، لان هذاك حي صناعي. ولكن هاد المحلات ديالي وملك ديالي ما نزيدش عليا الكرا، بغيت نحط ولدي هنايا ونبقى نجيب ليه داك الشيء اللي خدمت هنا، يبقى يفيني هنا، يبقى يحك هنا، يبقى يفيرني ويصور ويجي الكليان يشوف في البلاصه اللي هي نقيه، يعني باش نفيرني وهذيك السلعه ديالنا في حي صناعي غادي تغبر، ما غاديش تكون يعني شي حاجه اللي هي مزيانه. اختاريت هاد المحلات ديالي مكاري ما حتى شي حاجه. ولدي ملي غادي يخدم اي حاجه، خدم ناموسيه خدم ماريو، راه كيتخلص عليه. يعيش ولدي بهذا الشيء وانا شاد ولدي حدايا. يعني انا تيقول لك هاد الكراجات ما فيهم حتى شي ازعاج، وهذا الشيء اللي بغيت ندير في هاد الكراج ما فيه حتى شي ازعاج للساكنه. هذا الشيء علاش كيوضح وكيطالب بالرخصه باش يتعاون مع ولده ويبقى هنايا حداه، وإلا كان شي ازعاج هو ساني وداير التزام بانه ما غاديش يكون ازعاج، ما غاديش يكونوا ماكينات وانما صناعه تقليديه. هنا كيقول ما عرفتش انا الجيران ديالي علاش داروا لي بحال هكا، الله يهدينا ويهدي الجميع. فكذلك ماشي غير ولده اللي بغى ينقذ هاد السيد، لاحظتوا معنا بزاف ديال الناس اللي حاضرين تيقول لك حنا واكلين طرف د الخبز مع هاد السيد. كيفاش واكلين طرف د الخبز؟ يعني كاين غير مول الكارو اللي كان عنده الكارو، هذاك السيد قال لك انا كنت شمكار بهذا المفهوم، وراني صحته وصدره وكل شيء مضروب. قال كنت كنعس حدا السكه ديما سكران مواعيش قلت الشي، المراه بغات تطلق، ولكن هاد السيد هو في الحي الصناعي وشافني حدا السكه، جهزني من السكه وقال لي مع حيدوا ليه الكارو، لان كما كتلاحظوا معنا السلطات شنت حمله باش ان يحيدوا الكوارو من المدينه ويدعموهم باش انهم يديروا هونضات، يعني مبادره اللي هي زوينه، ولكن خصو يدفع واحد المليون ما عندوش. شدوا هذا السيد هزوا من حدا السكه قال له اجي انا نعطي هذا المليون، ولكن توعدني غادي ترجع لطريق الله وغادي توكل على الله وتخدم على راسك وتجمع شملك. فعلا اعطاه ذاك المليون، خرج هوندا بدا تيخدم بها. يعني داك مول الكارو ولات عنده هوندا كيقول بسبب هذا النجار، ولا يعني تيهز بغى يبقى يهز هذاك العود ولا ديك السلعه اللي تخدمات في الحي الصناعي ويوصلها لهنا كيتخلص عليها، والكليان ملي كيجي يدي سلعته كيعيط ليه وتيخدم يوصل ليه. وهكا ها واحد حتى هو نقدو السيد الاخر كذلك اللي عنده سته النفوس، قال لك السيد الاخر يعني خدامين مع واحد المجموعه ديال الناس، غير هذا يهز هذا يحط هذا يمونطي هذا يفيرني هذا فين في هذا المحل. قال لك حنا ما مسببينش ازعاج للساكنه، وكيطالبوا يعني من الجهات المسؤوله ان تساعدهم في الرخصه باش ياخذوا الرخصه ديال الصناعه التقليديه ويخرجوا، ولا كان شي ازعاج يراقبوا ولا كيسبب الازعاج للساكنه يسدوا ليه. قال لك يسدوا ليه كل حاجه شي الى درت غير شي ازعاج قليل يخرجوا يسدوا ليا، ما غير شي حاجه بسيطه يخرجوا يسدوا ليا. يعني الحاجه الوحيده اللي بغيتي دير لولدك. انا شوف انا حتى هنا في الخدمه ديالي هنا الله اعلم، حتى في الخدمه ديالي باش الدري غيخدم غيقدر يخدم 3 ايام حتى 4 ايام في الشهر. اما الخدمه ديالنا كامله في الحي الصناعي، اما باش غادي نمشي نشري ليه في الحي الصناعي باش غادي ندير ليه مشروع راه خاصني 100 مليون. اذا ديك 100 مليون باش غناخذ مكازا وندير فيها 100 مليون راه هي مكازا، على المكازا باش غادي ناخذها راه بزاف عليا، ما عنديش 20 مليون. اما الى والحسنه كاع عارفينو راه ماشي سميتو. انا هذا السيد اللي باغي ليه غير حل واحد، غير يعطيه وما عطاهوش غيمشي لبرا مكان. انا ما ريقلوش معايا راه غنهز قرعه ديال الليسانس خويا عليا وشعل بيا العافيه. انا كنت جاي مضطر بيها، مضطر بها باش غنشعل فيا العافيه. لان علاش؟ حقي وما عطاوش ليا، حقي وما عطاوش ليا. فين هي راه كاينه هنا؟ حقي وما عطاوش ليا، لا حقي وما عطاوش ليا. الا ما تعطانيش حقي حشومه. وحنا بغاو نرتاحوا. الوالده مسكينه كيباتوا في الوالده كيباتوا فايقينها. والله ما كتنعس. ها هي مسكينه خير، انا عندي شوف عندي السكر، عندي القلب، عندي الكلاوي، عندي الوراق، ما كنهضرش بفمي، عندي حتى الوراق. بالحجوج. اذا رسالتك الاخيره سيدي.
رسالتي هذه من التقاري بعده مني اولا نسد هذا المحل ونسدو حتى هما سديت المحل انا نخدم حتى نشرطو حنا ما عندي غير هذا بس يطبقوا معايا على القانون شوف حتى هو حتى هو تنطلب منه شوف حتى هو كنطلب منه يحط البلان ديالو كيقرقبنا الوالده ما كتنعش حتى هي بالصداع يحط لنا القانون ديالنا يعني رغم انك حتى نتوما يعني يزعجكم ما درتوش حتى حنا ما عمرني دويت ما عمر المقدم وصلنا الشيخ كيجي كيحبسني هنا كيقول لي شوف سيدي انا اللي قال لي القيد سير عند القيد يتهم الشيخ والقيد بين هو تيتهم الشيخ شاد الرشوه تيتهم القيد قيد ما عمرو شافني هذا القيد الاول راه معروف ما كيشدش وبدون افتخار بدون ما نكذبش كنقسم بالله كون كان القايد كيشد تنعطيه الفلوس والقايد ما تيشدش انا سولت عليه كون كان كيشد نعطيه مليون ونحب ولكن السيد ما تيشدش القايد راجل مزيان القايد الاول ممتاز راجل مزيان السلطه مزيانه البلديه مزيانه ما داروش معاه شي حاجه كيقول لك دير قانونك راه الجيران تيجيو تيسنيو هو اش كيدير كيشد ورقه وكيدور على الجيران هذا راه بغا يدير ماكينه سنيو ليا كيسنيو ليا هادشي اللي حاضر اولا ما عرفتش انت تقولوا ما باغيش ندير ماكينه ها هي ما باغيش ندير ورقه التزامه ونعطيه لك خلي عندك وهضري بيها انا ما باغيش ندير الالات الصناعه التقليديه الا كانت الصناعه التقليديه هي كتمشي للحي الصناعي صافي عاد ربعوا عليه راه ما غاتبقى لا صناعه لا والو الصناعه الصناعه الات ضجيج صداع اما انا عندي كنجي نحكم فيني غنمشي نحكم في الحي الصناعي فيه صداع الحي الصناعي قلت لك خاصني 100 مليون واللي ما عندوش 100 مليون يمشي يموت هاد الشباب كاملين يموتوا ما كاينش اللي يخدم حتى يحاربوهم وربح دابا هذا تيحاربنا بحال هاد السيد دابا راه تيحاربنا هذا ما باغي نخدمو ما باغي ندير والو غيسد لينا المحل غنمشيو نديرو بزاف ديال الحوايج غنمشيو نكريسي ونمشيو نقتلو ونديرو اي حاجه في طريق هاد السيد هذا راه ضروري يديرو لنا معاه شي حد نتمنوا ليه الصحه إذا إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في كنتمنى أن الرسالة توصل للجهات المسؤولة ووضحوا الأمر أشنو واقع لأن كيأكدوا أن ما باغينش يديروا الآلات وما كاينش إزعاج للساكنة ما عدا أن الخدمة كتخدم في الحي الصناعي وهاد الكراجات ديالو ما كاريش ما طلعش عليه الكرا يعني اللي خدمها ولده ربح ليه ويبقى ولده حداه بلا ما يمشي يعني يهاجر بطريقه غير شرعيه واللي يقلب على ولده ويدير نداء ولدي واش باقي في البحر ولدي واش وصل ولدي واش مشدود في الجزائر ولدي واش شداه المافيا في ليبيا اذا هذا الشيء علاش كيقول انا بغيت نستغل هاد الكراجات اللي هما محلاتي دياولي غير انا نبدا نخدم في الحي الصناعي مره يعني الا كانت الخدمه ونوصل لي مثلا ديك بيت النعاس هو في هاد البلاصه يحكها ويفيرنيها لا غير اذا مشاهدينا الى هنا دمتم في رعايه الله الى اللقاء